السلام عليكم حبوباتي، نتمنى في الفيديو هذه كي تشوفوها تكونوا اكل بالصحه والعافيه. على لا فيديو هذه حبيت نسبق بها باسكو شفت بزناس بزاف يعانيو من هذا المشكل، دونك حبيت نبدا لكم بها. وصدقوني الا كان حتبعوا هذه النصائح نهائيا نهائيا رايحين تتهناو خلاص يعني من المشكل تاع القشره وتاع الشعر الدهني للابد. فقط يعني النصائح هذو ما تحكموش عليهم حتى تجربوهم، يعني اي وصفه اي وصفه كانت. الحاجه الثانيه ديما الف شكر وجد ممتنه لمساجاتكم وتفاعلكم ووفائكم وكلش، والله يعني غمرتوني بحبكم. حاجه اخرى قبل ما نبدا في النصائح هذو، اللي ما عندهاش انستغرام البنات تروح الانستغرام، انا نحط لكم يوميات يعني حوايج ما نقش نديرهم في الفيديو، حتستفادوا منهم متاكده. وتاني من اليوم وجاي ان شاء الله منين نلقى قناه تفيدكم رايحه ننصحكم بها هكا باش تروحوا تستفادوا اكثر يعني. ولا كان انا محطيت لكم فيديو تلقاو قناه اخرى تحط لكم فيديوهات. كاينه قناه صديقتي اللي ننصحكم بها اسمها اسيا ساكورا، عندها محتوى هايل يعني رايه تمد لكم نصائح تهتم بالبشره والعنايه والروتينات وكامل، ونصائحها يعني شخصيا مجربه ونتائجها مليحه. دونك روحوا عندها ابونيوها وقولوا لها جيناك من عند ميغي، حنايا تيم ميغي، روحوا حمروا لي وجهي. الوغ البنات في الفيديو تاع اليوم حنبدل لكم ثلاث وصفات يعني او ثلاث حلول باش تخلصوا نهائيا من القشره. الحاجه الاولى هي وصفه يعني تاكلوها باش تعدلوا الافرازات تاعكم. الحاجه الثانيه هو نبدل لكم اون غوسيت ولا اون استيوس تقدروا تقولوا اللي راهي بزاف مفيده للشعر حتى اللي ما عندهاش شعر دهني. الحاجه الثالثه ان شامبوان تعاونوا به باش ينقص لكم القشره، يعني الا كان درتو هي واحده من هادو تعاون الوغ لا كون ديروا دو ولا تبعوا لا روتين في ثلاثه يعني رايحين تتهناو راديكالمون خلاص من هاد لو بروبليم، مش حتزيدوا خلاص تعانيو منه نهائيا يعني تتهناو بوغ دو بون. الوغ نبداو بالوصفه. دونك البنات اول حاجه حبيتكم تعرفوا بلي الشعر الدهني والقشره يجيكم من الافرازات الدهنيه اللي تجي من اللي تجيكم من التغذيه تاعكم يعني برينسيبالمون. ودرك نمد لكم وصفه يعني باش اصلا باش تنحيو القشره نبداو ننظفوا داخليا يعني دون لوغانيزم. بحكم دراستي يقول لكم انا اخصائيه تغذيه، دونك جينيرالمون نبداو الساعه نداويو الداخل باش نداويو يعني القشور الخارجي. دونك نعطيكم وصفه مجربه وفعاله مليار على شرط تطبقوها ويكون المنتجات كيما حنقولهم لكم. دونك المكونات جد سهله طبيعيه، نحتاجو زوج مكونات البنات، نحتاجو العسل الحر ونحتاجو القرفه. دونك لكن ما عندكمش العسل ما كان لا يعني العسل الاخر هذاك سان فرانسيسكو ولا جو سي با دي توت اوتر مارك ما كان لا باسكو ما همش حيمدوا لكم نتيجه لان رايحين نداويو به ماناش حين ناكلو به. دونك عسل الحر وقرفه يحكموا مغرفه قرفه في عسل الكبير تاع العسل، كاس بلوتو كاس كبير تاع العسل، خلطوها بيان وشربوا وحده على الريق لو ماتان وحده افون دو دورمير يعني اخر حاجه تاكلوها تودو حتى ترقدو. حتى وتكوني سهره طلعي الكاس معاك كي تغلبي خلاص اشربيه. دونك هذا رايح يمد لكم بزاف نتائج يعني ايجابيه على البشره تاعكم، كو يعني لو بون فونكسيونمون تاع لي غان، يقوي الخصوبه الجنسيه يعني للناس اللي عندهم مشكل هذا، يعني رايحين تتخلصوا عنها بزاف فوائد. تقدروا تقراو في الانترنت لي بيان في تاعها باش ما نطولش بزاف وما يكونوش لي فيديو طوال وتقلقوا فيهم. يعني دوكا اللي تحب تهنا من البروبليم تشري شويه عسل وتخدم به ديراكتومون. والقرفه تاكلوا مغرف كبيره اجون صباح ومغرف كبيره تقعدوا حتى ترقدوا، وكيما تقول ماما ودعيوا لي بالخير فوالا. يعني بربي ان شاء الله ماشي غير افيكاس، تهناو بالتجربه. الحاجه الثانيه البنات سي اون استوس اللي بزاف تعاون، وما تقولوليش جربناها وما فادتناش محال، يا جربتوها مره زوج ما داومتوهاش، هي استعمال خل التفاح. لو فوالا خل التفاح بزاف مفيد، وصدقوني انا شريته هنا باش نستعمله لشعري باسكو خل التفاح يمد واحد اللمعان للشعر اللي تحب شعرها يولي بريون. كي تشوفوا تشوفوا هكا ما على باليش دي انستغراموز ولا فنانات ولا ازافوار عباد اللي شعرهم يبري، تقولي مدارت له الكيراتين، هو مش شرط يكون كيراتين، ميكون كاين شعرهم مرطب وباهت كيما نقولوا بال هكا ماهوش تاغن هكذا، ماشي هذاك الشعر هكا اللي يبان فيه الحيويه، ولا هذا يرد لك شعرك هكذا يبري يمد لمعان ويرطب شعر
وينقص بزاف القشره. ماشي الخل اللي ديروا به سلطه، وماشي الخل هذاك تاع الثوم ولا الخل هذاك القهوي، لا خل التفاح، فهمتوني؟ ما على باليش الاخرين قادرين يفيدوكم، مي هذا يعني نضمن لكم 100% باللي يفيد. دونك تحكموا خل التفاح، تغسلوا شعركم لو بلو نورمالمون دو موند، وكي تخلصوا تهزوا فنجال فنجال، تبعوا معايا، دون ان ليتر تاع الماء. يعني لازم تخففوه، باسكو هو تحطوه ديراكتومون فوق الشعر سي با بيان دو تو. اصل الماء، الماء تاعنا راه وحده فيه الفلورايد وفيه الكلور، هادو الزوج العوامل بزاف ياثروا على طبيعه الشعر ويفسدوه ويردوه باهت ومتقصف وكامل. عليها في الخارج يديروا لا كيراتين الماء تاعهم مليح، دونك تحكم لهم. هنا كي ديري لا كيراتين لازم تغسلي شعرك بماء سعيده، اي وي مدام، باسكو ما فيهش هاد الكلور وفيه ترسبات اللي يفسدوا لا كيراتين، يفسدوا البرودوي كيميك. هذه معلومه بين قوسين برك. دونك قلت لكم تستعملوه تشلو به شعركم، ابخي ما تغسلي شعرك وتشليه خلاص. احكمي ان ليتر دو، هزي فيه فنجال تاع مرخل، شغل باه نخففوا لا كونسونطراسيون تاع الخل، ونشلو به شعرنا وساي. ماشي تعاودي تزيدي تشلي شعرك بالماء، نو تخليه فيه. هاد لا ميثود تستعملوها دو فوا باغ سومان او ماكسيموم، يعني ماشي او ماكسيموم، دو فوا باغ سومان قد قد تستعمليها زوج مرات، لا اكثر ولا اقل. وجربوها وداوموها خاصة بالمداومة باش تشوفوا النتيجة، وادعيو لي. والحاجة الثالثة هو سيت ان شامبوان لي فريمون بزاف بزاف افيكاس ضد القشرة، وهو شامبوان هذا تاع ديودورون. هاتنا تحس، دونك قلت لكم لو شامبوان لي بزاف افيكاس هو هذا، راني نقدم لكم باش تشوفوه، هو هذا فافو. الي اكسيلون كونتر لي بيليكول، يعني كونتر القشرة. ها تلقاوه هكا مكتوب فافو هكا، ولا بالعربية ولا بالفرنسي، ها مكتوب للاستعمال الموضعي لعلاج القشرة. هذا تلقاوه في لي فارماسي وماهوش غالي البنات، ما شفتش بصح مش غالي، ما يوصلش 100000، 50 ولا 60 ولا ما على باليش. المهم في هاد لي زونفيرون تغسلوا به شعركم ورايع. فقط نصيحة كي تستعملوه هذا، كي تستعملوا هذا المنتج لازم لكم يا البنات تديروا مرطب، لانه كل لي شامبوان اللي ينحيوا التساقط واللي ينقصوا القشره رايحين يقوموا بتجفيف الشعر، يعني نشفوا الشعر، سي اوتوماتيكمون تحسوا شعركم يبس وتكمش وحراش ايتو. دونك لازم لكم ديروا ان ماسك ولا ان ابري شامبوان من وراه، سينو كوم شامبوان ايلي اكسيلون. عندي ثاني نصيحه ثالثه للناس اللي عندهم الشعر الدهني، كاين هذا الشامبوان يعني مجرب وهايل، انا شعري راهو ناشف وراني نستعمل فيه طالما عجبني. هذا لو شامبوان ينقص بزاف الافرازات، يعني اذا حبيتوا مام الناس اللي عندهم القشره بدلو، مره اغسلوا بهذا مره اغسلوا بفافو، هذا ينقص بزاف الزيوت. للناس اللي عندها شعر دهني يعاونكم بزاف، مخدوم بزيت الليمون كما راكم تشوفوا. حاجه اللي انا عجبتني وانه شعري ناشف ونغسل به، سي باسكو فيه هاد شتو لا فريشور تاع لا دونتيفريس، هكداك يبقى شعرك حار حار حار، تجيك البروده في شعرك تهبل واحد الهواء، واش نقول لكم، البرود يسخف وريحته تهبل وتحسوا بواحد لا فريشور يعني هايله. انا عجبني بزاف بزاف بزاف، انا سورتو كي ندير لي بان دويل نغسل به شعري باش يتشلل لي ليه ليه. دونك هذا جلو فو كوموند، وكان شوفوا البري تاعو 35 الف، انا مسحتو فوالا ها كيما كان مكتوب. دونك يدير 35 الف، تلقاوه ثاني في لي كوزميتيك، وننصحكم به بزاف. شفتو بزاف بزاف بزاف، هايل هايل هايل، يعني اللي عندها شعرها دهني تحتاج غير هذا وحده يعاونك بالبزاف. وديما نقول لكم البنات، ترطيب البشره ولا الشعر اللي يعني اللي شعر الدهني والبشره الدهنيه راهو مهم. سي با باسكو تقولي لا شعري زيت ولا لابو تاعي زيت ما نديرهاش ترطيب، بالعكس لو كان ما ترطبيش شعرك وما ترطبيش البشره تاعك راح تحس روحها ناشفه، باسكو هذاك لوتو تاع لي سيكريسيون اللي تفرزهم هذاك هو المعدل الطبيعي. كي تحس روحها ناشفه الزيت تفرز لك اكثر دهون من المعتاد، دونك لازم لكم ترطبوا، فهمتوني؟ هاد النقطه خذوها بعين الاعتبار. فوالا دونك هاد لي 3 كونساي جربوهم يا البنات، وادعيوا لي وداوموهم. ومن فضلكم نحب حتى يعني كومونتير نيجاتيف، باسكو عمري بلوكيت وحده، مي منا وجاي اي وحده تعليقها سلبي حنبلوكيها باه ما يزيدو يخرجوا لك لي فيديو تاعي، ما تكومونتي كومونتير نيجاتيف. فوالا الحاجه اللي نقولها لكم، بارطاجيو لا فيديو وديما
نقولكم بارطاجيو ومدوا مدوا مدوا بلا حساب، مدوا قد ما تمدوا يعطيكم ربي. يعني هذه نتيجه ولا مبدا في حياتي قد نتعامل به ونتيجته يعني مضمونه. وبعد نفهمكم وعلاه نقولكم مدوا بلا حساب وترجع لكم، يعني كونكم متاكدين مثقال ذره ديريه تا خير يولي لك، يعني يكون يقين يقين على يقين تام. راني نحكي فوالا البنات، دونك هادو هما المنتجات الثلاثه عندنا. خل التفاح عندنا تاني لو شامبوان هذا إلي إكسيلون كونتر لي بيليكول فافو، وعندنا تاني هذا لو شامبوان تاع الشعر الدهني، وتاني الوصفة اللي قلت لكم اللي حابه تنقص لكم الإفرازات الداخلية، يعني شعركم وحده يقعد ما يفرش الدهون وما يديرش القشرة، اللي هي العسل الحر. أني عاودت لكم ليه مع القرفة، كلوه وداوموه شهر شهرين بإذن الله راح تتهناو نهائيا من هذا المشكل. دونك البنات نتمنى أنه هذا الفيديو تكون فادتكم، نتمنى أنكم خديتوا معلومات تفيدكم. بارتاجيو لا فيديو، لايك وكومنتار، وفي الفيديو القادم نتلاقاو، راح يكون بزاف مفيد لكم. استناو، بيزوات.